اليوم جسدنا هذا الشكل النضالي الا اننا تعرضنا للمنع من طرف وزاره الداخليه امام باب وزاره الداخليه. هذا المنع الغير المبرر، هذا المنع اللي فيه خرق سفير للقوانين والدستور، وبالتالي فاحنا بعض الكر والفر وصلنا الى امام المؤسسه التشريعيه البرلمان من اجل ان نطالب بحقنا المشروع في التسويه بناء على الشواهد، بناء على ظاهر 1/63/38 السابع المفعول، ظاهر 1963 السابع المفعول المتعلق بالمتصرف في وزاره الداخليه. الوزاره تتعنت وتتماطل، وهو صراحه ما نتعجب منه، لان جميع القطاعات في اطار الحوارات القطاعيه اللي تدارت تمكنوا من اخراج مجموعه من المطالب، تمكنوا من توقيع مجموعه من الاتفاقيات. جميع القطاعات منهم من باشر الحوار القطاعي اقل من شهر او شهرين، فتوصلوا الى حوار قطاعي يلبي المطالب العاجله والمشروع على الموظفين وعلى راسها ملف حاملي الشهادات، كما شفنا كما قلنا سابقا في التكوين المهني في هذه البدايه ديال هذا الشهر، كما شفنا عاوتاني في قطاع العدل، كما شفنا عاوتاني في قطاع الصحه، قطاع التعليم، جميع القطاعات الى وزاره الداخليه. هذه الوزاره صراحه بعد 12 سنه من النضال و12 سنه من المطالب والمشروعه والنقابات تساندنا والجميع يساندنا الا وزاره الداخليه. هذه المطلب هذا تنطلبوا الوزاره انها تعكف على هذه السياسه، هذه ما نطالبه فقط هو تحقيق المساواه نسبه بالموظفين في القطاعات. الموظف الجماعي الان يطالب فقط ان يكون على قدم المساواه مع الموظفين ديال القطاعات الاخرى. كيف ما كتعرفوا اليوم كانت وقفه ديال التنسيقيه ديال حاملي الشواهد والدبلومات، كانت وقفه قدام وزاره الداخليه تم المنع ديالها. كيف ديما طبعا هذيك وزاره سياديه ما كيقدر حتى شي واحد يوقف قدامها او انه يحتج، دونك ما يمكن لنا اننا ندينوا هذا القمع هذا وندينوا هذا المنع. اليوم تواجدنا في الوقفه ديال التنسيقيه هو تواجد كداعم للملف ديال حاملي الشواهد. الاتحاد المغربي للشغل ولا الجامعه الوطنيه هي من النقابات الاكثر دفاعا على هذا الملف هذا، وتعتبره حق مشروع اسوة بباقي القطاعات. حنا كنلاحظوا دابا هذا القطاع ديال الجماعات المحليه هو الوحيد اللي كيرفضوا على انهم يدمجوا حاملي الشواهد، باقي القطاعات كيدمجوهم كاملين في سلالم المناسبه الا الجماعات المحليه. كيف ما كنعرفوا كامل وكيف ما كتعرفوا هذا القطاع هذا دائما الموظفين ديالو في معاناه مستمره. الاتحاد المغربي للشغل كيف ما قلت ولا الجامعه هي في الحوار ديالها ما زالت متشبثه بالدمج بشكل شامل لحاملي الشواهد في سلالم المناسبه، وتواجدنا اليوم الا انه كناكدوا على انه رحنا مع التنسيقيه ومع الملف المطلبي ديالها جمله وتفصيله، وما يمكنناش على انه نتراجعوا على هذا الشيء هذا. اليوم مجموعه من الاخوه والاخوات في المكتب الجامعي جينا باش نعلنوا الدعم الرسمي والمسؤول لمعركه التنسيقيه الوطنيه من اجل حقهم في الادماج في السلالم المباشره الموازيه للشهادات اللي حصلوا عليها والحاصل والدبلومات اللي حاصلين عليها باثر رجعي مالي واداري. جينا اليوم باش نوجهوا رساله لوزاره الداخليه على اساس ان تتعاطى بشكل جاد وايجابي مع مطالب هؤلاء الاخوه والاخوات اللي منهم من اقترب من سن التقاعد ولا زال لم تسوى الوضعيه ديالو، منهم اللي عشرات السنوات و11 سنه ومازال ما تسوت وضعهم. ايضا تستفيد الاداره الترابيه في الجامعه الترابيه من المؤهلات والرصيد المعرفي والتكويني ديال هاد الاخوه والاخوات، ولكنهم يتموقعون في سلالم دنيا، لذلك نطالب بالادماج ديالهم. ايضا نطالب من ونلتمس من باقي النقابات في القطاع على ان نوحد الصفوف على الاقل على مجموعه من الملفات داخل القطاع، من اجل اننا بصح نرقاو بالاوضاع الاجتماعيه والماديه لشغلات الجماعه الترابيه وكل العاملين بها. كانت
الموسيقية اللي يحمي شهادة الدبلومات، كنا عندنا وقفة احتجاجية وإضراب ديال يومين، ديال يوم 10 و 11 يوم تعرضنا للمنع قدام وزارة الداخلية، ما عرفناش علاش، لأنه المغرب الآن الحمد لله المغرب ديال 2023 مجموعة من الشعارات الزاد ديال حرية التعبير وديال حقوق الإنسان، وكما كتعرفوا بأن حق الاحتجاج اللي كفلوا له الدستور هو حق مضمون حسب الدستور 2011، لكن أنا كنتعرض للمنع. حنا ما جينا إلا حاجة واحدة، هو أن هذه الملف ديال حامل الشهادة أنه يجد يقول له الحل، لأن زياد من 12 سنة ونحن نقبع داخل سلالة الدول العربية والسلم 6، حيث لا يعقل أن نجد حامل الشهادات يحملون شواهد عليا ونجدهم ونجدهم في السلم 6 أو السلم 6 أو السلم 7، وبالتالي هذه الملف هذا راه هذه الملف تم حله في جميع القطاعات، في قطاع التعليم، في قطاع الصحة، في الأخير في قطاع التكوين المهني، إلا هذا القطاع الموضوع اللي ما عرفناش، لأن الدولة ما كتعطيش الأهمية، لأنه قطاع قريب للمواطن، عنده علاقة مباشرة من المواطن، عنده مصالح اللي عندها علاقة مباشرة بالمواطن، خصوصا بصحة ديال الحالة المدنية وبصحة ديال الكاليزاسيون، وعنده علاقة كذلك مباشرة بالتنمية، لأن الموظف الجامعي الآن أصبح أداة للتنمية، هو اللي كيهزل المشاريع ديال التنمية، لكن حنا ما عرفناش لماذا هذا الإقصاء وهذا الحيف استثناء على هو إقصاء وحيف هو استثناء، لأن إلا كنشوفوا القطاعات الأخرى، الحمد لله في القطاعات الأخرى كاينة امتيازات، كاينة حقوق، كاين بزاف ديال الحقوق، إلا هذا القطاع حنا مازال ما عرفناش. الحوارات وزارة الداخلية كتفتح الحوارات، ولكن الحوارات من أجل الحوارات بدون نتائج، نحن نرفضها، نتمنى أن يكون حوار وجد مسؤول من أجل فك هذه الملف، ونرفض أي حل خارج أنه يكون طبقا لمرسوم ظهير شريف 0 جوج 38 63 1 مارس 1963. هذا ظاهر شريف المرجعية القانونية راه موجودة، هذا ظاهر شريف كيصفنا، لكن إلى حد الآن ما عرفناش وزارة الداخلية علاش كتمطلي أن المؤسسات القيمة ديال المؤسسات والمصداقية ديالها يعني كتنبثق انطلاقا من احترام هالقوانين